الله، حياكم الله. حي، تفضل تفضل، حياكم الله. تفضل استاذ، تفضل. الاسم ثامر حامد شهاب حمد رمضان، من اهالي هيت، مواليد 1968، خريج المعهد الفني النجف 90 91. بالنسبه لي تعلمت هاي المهنه من انا طفل، يعني مو يعني شلون مثل ما تقول حبا بيها، تعلمتها من جدتي الله يرحمها. جدتي كانت كل خميس نروح عليهم ونبات يمهم، فكانت مثل ما تقول هاي الشغله تسوي لنا اياها، الشرح برمان احنا تدرع جايز قبل نسميهم، دائما هم خير وبركه، دائما الخير والبركه بالبيوت سبحان الله. فمن انا طفل كنت اراجع عليهم هاي الشغله، فكانت كل ما نروح كل خميس وجمعه تسوي لنا اياها، تسوي لنا تدق لنا حبر رمان، فظلت ببالي سبحان الله الشغله متعلق بها من انا بديت بالمتوسطه والاعداديه والمعهد. فكنت حتى بالمعهد من اروح للنجف كانوا زملائي والطلاب اخذ لهم هناك دائما، فيقولوا لي انه هاي اطيب اكله وارقى اكله، فكنا شنو نسويها؟ شغلات بسيطة ما كانت هيك متطورة هسه مثل ما تقول، كنا شنو ندقه بجاون، جاون قبل ندقه بالهاون أو جاون قبل مثل ما تقول، مو مثل هسه مكاين وآلات. بالنسبة لي أنا أول ما تخرجت 86 انقبلت جامعة الموصل، فمريت بظروف بصراحة ما ارتاحيت يعني بمدينة الموصل، فقررت بوقتها أنه أنهي يعني مثل ما تقول ما امتحن. فذيك الفترة سبحان الله صار ترقين قيد، يعني مثل ما تقول لما اسقطت رقم قيدي، فصار التحويل كنت اتمنى اروح للرمادي بصراحة، وبوقتها ما صارت الامور تحولت للنجف الحمد لله والشكر. يعني ما كنا متوقعين على النجف، ما شاء الله ناس طيبين لدرجة، احلى ايام عمري قضيتها بهاي المدينة، مدينة النجف واهل النجف. فكان مو جاي من اهلي تقريبا هم 6 7 رقم مقيدهم، والحمد لله والشكر انه كملت ونجحت بامتياز، يعني مثل ما تقول لان ارتاحيت بهاي المدينه. فهمات بذاك الوقت كنت اخذ الربعي، بذاك الوقت كنت اخذ همات الربعي، يعني بشغلات هاي بالذات اللي قلت لك يعني متعلق بيها من الطفوله، يا ريت اللي يتعرف علي يدز لي رساله، لان بحياتي ما ارتاحيت ولا حبيت بشر مثل هالناس الطيبين، اللهم ربي لا يحرمنا من شوفتهم. هم أهل النجف ناس بصراحة اللي يروح يعيش وياهم يتعلق بيهم وما مدوا، يا ريت أنا هسه مرتين ثلاثة رحت، وهسه جاي أطلب من الناس جاي يرحون ويجون إنه أروح عليهم، لعل الله يوم من الأيام تصدف إنه ألتقي بواحد من زملائي أو أصدقائي. أنا من خريج يعني خلي مثل ما تقول تعرفون خريج الدورة 90 91، إيه أنا تزوجت في 98. بصراحة مريت بأيام صعبة، يعني تدري أنت الواحد أول ما يتزوج ويطلع ببيت واحد، فالدنيا ضاقت علي، فطليت بوقتها انه ما عندي غير هالمهنه هاي، رجعت عليها يعني سبحان الله. هي ما كانت مهنه، كنت يعني شلون ما تقول من الطفوله حبيت هالشغله، فبديت شوي شوي. بس شنو كنت اول ما استخدمت الشغله؟ استخدمت الطحونه هاي اللي يطحنون بيها القهوه، اذا شايفها هاي الصغيره، ما كانت جايز قبل نسميهم الاهل قبل نستخدمه بالجاون، إذا شايف هاي الحديد بالجاون، يعني شيء بسيط، كانت شغلات يعني ربع كيلو نص كيلو، يعني يفرحون الطفل بي. وكان عندنا حجي محسن الله يرحمه، محسن علي فتيح، هذا همات كان، بس شنو يطحن بيها؟ كان يطحن البطنك وشوي حامض وملح ويحط حبر رمان جاهز كامل بوقته، فكنا احنا نروح نشتري منه. بس كانت شغلات بسيطة، يعني مثل ما تقول محل محلين وجايز قبل احنا نقول عليهم نسميهم أم الخير والبركة إن شاء الله. شو اسمه بوقته خالي، يعني الله يعطيه الصحه والعافيه، خالي باسم، قلت له خالي يعني هاي الشغله ضاقت، ما اعرف يعني شلون اطحن علي، يعني مو مال الشغله مال الجاون ما ترهم. فبوقته قال لي هاي الجاروشه، اذا تعرف الجاروشه، استخدمت الجاروشه مال الطحين هاي قبل يستخدموها للحنطه وغير الحنطه، ما نجحت عندي. فعندي استاذ عمار عادل اللهم ربي يعطيه الصحه والبركه ان شاء الله، اقترح علي فكره
طبقت ورا ما شافني تعبان وادور على اله انه تطحن. قال لي انا اشوف لك الحل والفضل لله ثم لهالشخص على باب رزق انه الله فتح لي رزق وفتح باب رزق. فسوالي ماكينه صغيره واستمريت عليها سنين تقريبا سنتين ثلاثه يعني من 2000 تقريبا استمريت عليها. بدت اموري الحمد لله شوي تتدرج يعني اول ما بديت بالكيلو وين والثلاثه اكيسه للمحلات كيلو كيلو ابيعه. ايام الحصار ايام ما تسولف الله لا يعيد ان شاء الله. بس هي رغم انه الظروف كانت صعبه وايام صعبه بس كانت ايام يعني نعم صعبه وجوع واكل انحرمنا منه كثير وهذا بس ما مرينا بهيك ظروف لا سامح الله طائفيه وقتل وغيره وغيره يعني نقول انه ايام رغم الصعوبه بس ايام كانت العراقيين بيها ايد واحده الحمد لله والشكر. يلا موجي يابا يلا جيب لنا الخبز ان شاء الله نكمل ريوق باذن الله ان شاء الله ونتوكل ونروح على المحل ان شاء الله. عافيه يابا. هسه ان شاء الله احنا نتوكل نروح على المحل نشوفكم شغلي ان شاء الله. يا بسم الله. القضاء الطائفي اهم نقطه ونجمع شمل العراقيين الناس تتعرف على ناس. الشيء اللي كان ببال كثير ناس انه هاي المناطق بيها غير امور العالم تتشوف بعينه وتعرف انه هاي المناطق بالذات الانبار وغير الانبار ناس مظلومين يعني كم واحد انحرفهم عن الطريق. فان شاء الله نقول هي هاي خير وبركه المدينه هاي زيارات بالذات الجروبات الجايه تجي وغيرها والله يجمع شمل العراقيين وشرفاء العراق ويصلح الموفوش ان شاء الله ويعيد ايام العراق ان شاء الله الاجمل والاحسن ان شاء الله. والله هي اهلي من خلقهم اهل طيبه وكرم ووقفاتهم كثيره يعني ان شاء الله احنا ما نريد نحمل الناس من نية بس والله مواقفهم مشرفه الحمد لله. انا من خلقت اليوم يعني وين ما تصير شغله بيها اي مكان احنا من الناس اللي كنا نجمع. هذا هسه احنا بسوق المخضر السوق الرئيسي مال هيت هي تلا بساطتهم بعدهم الحمد لله والشكر. احنا هذا المحل مالي هو بيت قديم بيت تراثه ما تنقول عليه هذا من 46 البيت هذا البيت قديم حيل من 46 فالعالم اكثر قالت خليه محل بدل ما يعني نهدوا هذا هم بالنسبه لك تراث وهو شغلات هي هم تراثيه مثل ما تقول عليها شغلات هاي حتى شغل الدرج ما الدرج ماله بعده القديم انت تقدر تشوفه. التراثين نعم اهل هيت نعم بعدنا بالنسبه لك اهل هيت هم اهل التراث واهل وهي مدينه حضاريه هي مو اليوم البارحه هي سنين 7000 سنه ما ادري
يعني اللي يعرفه عنه عندك هذا حتى تاريخ البيت تقدر إذا تريد الصورة من 46 من 58 مجددي هي هذا عندك القطعة هاي هزع الحائط فشوفت هاي القديمة طلعت من 46 1946 هذا البيت مبني أنا بالنسبة لي هاي مهنتي يعني الشغلات اللي عندك هنا تبدأ أبدي لك من هاي دبس الرمان الأصلي نقول عليه هذا عمل بيوت يعني هذا الحب همات حب الرقي المسلوق نسميه يعني مو محمص هذا يسوى بس مو يعني مو احنا نسويه نشتريه من غير مناطق هذا الحب وهذا حب الرقي نوعيات بأربع نوعيات هذا المخزن مالي وهاي الطواحين مالتي هاي الطحونة طواحين عندي بيها هذا حب الرمان وعندي حب رمان هنا نوعية حب الرمان هسا علمك بيها مالتي حب الرمان عندنا حب الرمان يعني أكثر من نوعية هذا حب الرمان هذا اللي جاي يجينا عندنا الزعتر نوعيات هذا بدون حامض وملح هذا الأب الضغط نسويه إيه عندك إيه هذا بحامض وملح كل شيء له رغبته يعني كل انسان هاي هذا السماق اشتغله بيدي انا اي عندنا هذا الزعتر زعتر بالدبس هذا بالدبس دبس الرمان هذا حلو نسويه بدون حامض وملح وهذا للقالون همات شيء راقي يعني والحمد لله والشكر يعني حتى قلت لك الغير دول قام يطلع يعني كرغابه له العراقيين بالذات بس حتى قام يطلبوه غير العراقيين يعني هسه بالنسبة لنا كصوغات ياخذوا هذا بحامض وملح قبل فترة جتنا جاني واحد فيقول أنا بالبصرة قاعد يعني دز من البصرة يقول واحد كويتي أكل منه فوصاته وصاه يقول وصاني وصاه قال له جيب لي من هاي الأكلة يعني مثل ما تقول يعني عندي هسه شو اسمه قلت لك العراقيين بالأردن عبد الملك السعدي مع عبد الملك السعدي ذولا بيت عبد العليم قبل فترة جمي يعني قلت لك قبل فترة جمي أخذهم عمار ياسين شكر كان بهولندا مدوين يدزولوا دائما هذا تشيثي نسميه احنا تشيثي بالله الناس يسميه بقل يعني يسموه بقل لبن هو مثل ما تقول لبن مو بس زعتر احنا الشغلات اللي نقول عليها القديمه يعني كلها هذه ايه شغلات القديمه اكثر شيء محلي هو هاي يتقبل زعتر البري عندي هذا هسه مقبول هسه اجيب لك الجنيه شوفه هي هاي تريد تشوفه هنا هذا ارقى شيء هسه يستخدم لل العلاج السعال القحة أرقى شيء هسه عنده أقبال عليه حيل قوي هذا حتى يعني دكاترة الجامعة جمه أساتذة الجامعة أخذوا منه هذا عندي لا يختلف هذا الزعتر هذا الزعتر طوز نسميه هذا هسه أهل بغداد يرغبوه الفلوجة أكثر شيء هذا يا أصفر يصير ناعم وطحون عندي ورق الزعتر يختلف أكو مال الشامية ومال الجزيرة هسه هذا مال مناطقنا الشامية هذا يصير أصفر يختلف عنه إيه هذا هذا مال الجزيرة هذا عندنا حب الرقي شوف هاي ما شاء الله يعني هاي هسه أقبال الحب الرقي هذا بأنواعه عندي أجيبه وعندنا إيه هنا أكلة بعد ما شوفناها لحد يعني يجون عليها موت هاي صوغات يأخذون منه هاي يسميها مخبوطة هاي كلها فواكه من يعني نشفها ونسويها وراها هاي اكله يعني هموت قليل من يعرفها هاي راقيه للمعده وللقولون هموت هاي فواكه يابسه ونسويها خبطه خاصه لها هسه راح نبدي ان شاء الله اشوفكم طريقه عمل الزعتر ان شاء الله هذا حب الرمان اول شيء وهسه هذا الزعتر البري الصحراوي مال مناطقنا ان شاء الله مال الجزيره هاي ماكينه ان شاء الله
هسه هاي ان شاء الله طلع. هسه شوف هذا كمل طحن، بس هذا شوي ناشف، كل ما اضغط عليه بالطحونه كل ما ينطحن اكثر يصير ارطب حراره الطحونه. هسه هاي الطحنه الثانيه ان شاء الله راح اضغط عليها، شوف شلون يتغير حتى شكله. وهسه هذا شلون تغير شكله، اصبح طبيعي رطب منه من نفسه. مرات يسالوني العالم يقولون يعني شلون يصير رطب كثر الضغط عليه، هو هذا اصلا خالص وبعده جديد، فشوفوا شلون صار. هذا يختلف عن هذا، هو نفس نفس حبه الرمان، هذا صار مدبس هسه منه بي. هاي هسه مقابيل العالم، خلي تشوف يعني انه يسالوني اكثر الناس شلون يصير مدبس. هسه هذا كثر حراره الطحونه، هو حب رمان خالص أصبح هذا يابس وهذا رطب. يبقى عندنا النوعية الأخلع اللي هذا نقول عليه نضيف له دبس، نوعية يختلف شيء عن شيء، هذا نسميه طبيعي، هذا هسه نقول عليه حب رمان مدبس طبيعي. يعني هسه شلون ذاك اللي أول واحد هسه أشوفك إياه من أقوم، الثاني لا إلا تحط له دبس، هذا طبيعي يصير. الثاني لا مدبس إلا نحط له دبس، دبس الرمان نسميه. فكل شيء وشغله وصناعته. هي هاي الآلة بس عندي كثير منها، يعني 5 6 آلات عندي منها. هي هاي أخليها لأن هي هذا حب الرمان، يعني أنا جبت حتى عندي طحونة جبتها من سوريا ما فادت إلا هذا عمل يدوي، هي إذا مو سكينة مستحيل ينجح. وصلنا للتعليب ان شاء الله ان شاء الله. يلا عمر اللي تعال عاوني خلنا لك. بسم الله. هاي احنا هنا شغلة التعليب، هاي نبدا نعلب للمحلات طلبيات تجينا. ابني يعاوني دائما، يعني هو اللي يقوم بالتعليب وغير التعليب. هاي عندنا العلبة نعلبها للمحلات، كل 5 علب ب 4000 دينار، كان بالمحل يستفاد منها ب 1000 دينار. وهاي عندنا موت نفس الشيء كل 20 كيلو، يعني بالضبط تصير هاي كيلو 5 علب وهاي 20 علبة. يا بسم الله. هاي 200 غرام العلبة ويا العلبة صيروا 10 بالضبط. أخم العمل عندي أكثر شيء برمضان. إيه برمضان، يعني مثل ما تقول لأن تدري العالم صايمة أكثر شيء. هاي بالذات العالم تعاني من القالون، ما القالون أكل كثير يصير واحد ينغث. فهو هذا أصلاً يعني الفضل لله، يعني نقول عليه هي النية إن شاء الله. لأن هو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما بقى الرمان ما بقى في جوفن إلا وأصلحه. فهو هذا زعتر ورمان، فالزعتر سبحان الله هم تعرف به الزعتر شيء راقي، والرمان بعد به فوائد مو طبيعيه. فهو اكثر شيء الرمان والزعتر عندنا، ما يعني عندنا كان حب الرمان بسعر وهسه بسعر، الورق الزعتر بسعر اضعاف اضعاف. الحامض كنا ناخذ الجنيه ب 35 ب 38 اكثر شيء، والله ب 28 اشتريته. هسه جنيه الحامض ب 130 وب 150 الف دينار صارت، يعني فرق 3 أضعاف 4 أضعاف. حب الرمان كنا ب 2000 2500 هسه ما صعد 1000 دينار. ورق الزعتر كنا نشتري ب 4000 هسه ب 8000 اشتريته. يعني تذينا، يعني حيل تذينا بغلاء الاسعار.
والمحلات كانت تدري بيها كانت عشرات الكيلوات تاخذ، هسه كل واحد ياخذ كيلوين ثلاثة. انا اقول لك يعني احنا شغلاتنا على الهدايا اكثر شيء، هسه جاي ياخذوا صوغات شلون الراشي والدبس، هسه اكثر العالم تاخذوا صوغات. هذا كله بيتي كان، كان عندي هنا حب الرمان احطي هاي المكان، فكان بيت ضيق بس كانت العالم تجيني ليش هسه انا بقيت هذا المكان محل سويته، لان العالم تراجع لي من صارت ظروف هاي التهجير ما التهجير، واختفينا فترة مثل ما تقول تدري الظروف شوية تهجرنا، فالعالم كانت مرجعة بهاي المكان. فورا ما ألقنا غير مكان الحمد لله الله نعم علينا ورزقنا ببيت، رجعت فتحت محل، لأن العالم قال ما أنت العالم تعرفك بهالمكان، فالعالم تتعنى من كل مكان هنا هسه إن شاء الله. يعمل هسه ما يشوفه صعبه بعدين، لان انا بالنسبه لي يوم من الايام قلت لك ابوي الله يرحمه والدي كنت يوم من الايام هو تاجر تمر، فيوم من الايام انا كنت اشتغل عند غيره، فيوم من الايام قلت لك جاء عمه شافني، فواحد قال له لابوي ليش تخليه يشتغل هيك شغله وانت تاجر؟ قال له انا بالنسبه لي هذا الرزق بيد رب العالمين، يوم صعب ويوم نازل، يوم اكو يوم ماكو. قال له من يشتغل هالشغله باكر عقبه؟ لحد الان تدق بدماغي هاي العباره والله العظيم قدامي. قال الله يرحمه، قال له باكر ما يشوفه صعبه، قال له من تنزل بيه الدنيا يشتغل اي شغله ما يدري. قال له هسه صحيح، قلت لك انا مريت بظروف صعبه، اشتغلت حمال حمل وفرش سيراميك مو عيب، العمل عباده، والسبع اللي يبني بيت ويسوي بيت والحمد لله والشكر نحمد الله ونشكره ان الله نعم علينا وفضل علينا، كنا وين وصرنا وين. كلين وقت الأهلنا، وقت رغم التعب والظروف الصعبة، ووقت الأصدقائنا، من يصير عندنا وقت راحة تقريبا يعني بالذات ورا صلاة العشاء يومية، احنا تقريبا نصفي أمورنا ونطلع لو نتعلل يم صديق، نتعلل ببيت، تعلول بمحل مرات حسب الظرف حسب الوقت. حتى إذا أروح لبيتنا تجيني تليفونات مرات بأي وقت، يعني البارحة جاني تليفون بالـ11 ونص يقولوا لي ريد هالشي بهالشي، يعني اللي معدتو وتدري انت شغلتي يعني هي شغلة علاج للقولون وغير القولون، يعني هي المعدة. البارحة والله واحد خبرني بالـ11 ونص طلعت تعني، يعني حتى مثل ما تقول بوقت راحتي وأريد أنام فاضطريت أطلع عليها بمكة خبروني. اي نعم اي والله، حتى بمكة قبل شهرين من رحت يخبروني على شو اسمه، فما أرد عليه أدز له رسالة أقول له أنه أنا يابا ترى بمكة، لأن ولدي ما مثل ما تقول يعزون بوقت أميتي، وأنه الله يعرفني بأصدقائي اللي بالنجف بصراحة، يعني والله أمنية عندي إنه بلكت أحد يسمعني يوم من الأيام يتعرف علي ويتصل بي، أريد أطمئن عليهم إخواني وزملائي بالمعهد الفني النجف.
تخرجنا احنا بدورة 90 و91. يا ريت اللي يسمعني يوصل صوتي لأهلنا بالنجف، لأن أهل النجف أهل طيب ونخوة والله، ما بهم قصور على صعيد العمل. أتمنى يعني أنه أطور المحل مالي وأخلي محل كرزات كامل يعني يصير إن شاء الله، وأتمنى أن ولدي يلزمون المهنة بعدي، لأن المهنة هي هاي بيها فائدة للناس، بيها فائدة لنا وللناس همات. يعني من ناحية أنت لو تدري هسه ايش كثر ناس يجوني، والله ما رحتوا تقريبا بالتصوير، جوني جماعة كثير والله، يعني جوني ويدعوني يقولون انه جاي يفيدنا هالشيء هذا العلاج مال المعدة. ويمكن الولد اعرف بيها، ما تعرفون اخوتي واصدقائي هنا الوياي يعرفون شنو الفائدة مالته.